سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انني نلقاكم في احسن الظروف ان شاء الله. ف اتسولو غبرت عليكم واحد شويه من بعد ما مشات ليا لاشين ديالي. المهم الحمد لله على كل حال. المهم غبرت واحد شويه، كنت نوجد واحد صدقه ان شاء الله لوليداتي، يعني حفل ختان بسيط، يعني مجموعين فيه غير حنايا العائله الصغيره، ماشي صغيره صغيره، ولكن كاين عكوسي والويساتي وكاين جيران ماما. فكنقول لكم البنات كاملين مرحبا بكم، الف 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 مرحبا. واش غادي نقول لكم صراحه، واخا حنايا بعاد على بعضياتنا، ولكن يعني كان مش ما بغاش تخرج ليا كاع الهضره. كان لي فيديو كيقربونا من بعضياتنا، الحمد لله هذا هو الفضل. فكما كتشوفوا البنات، هاني قديت لا ميزون بلاص على هذا الشكل. هذا ضروري اي حاجه درتها البنات غادي نبارطاجيها معكم على هذا الشكل. هذا انا درته عند الدار ديال ماما على هذا الشكل. هذا فاي حاجه كما قلت لكم البنات غادي نبارطاجيها معكم، وكنحماق عليكم بزاف بزاف بزاف. وكنوجه تحيه كبيره للمشتركات اللي هم معايا، ومنهم البنات اللي عندهم قنوات ما بغيتش نذكر الاسماء ديالهم، ماشي على شي حاجه ولكن خفت لا ننسى شي وحده. فيعني راه كل وحده عارفه، يعني كل وحده راه عارفه، يعني عارفه معزه قداش في قلبي. المهم البنات كيف ما قلت لكم، اي حاجه درتها غادي نبارطاجيها معكم. يلا بيزو لكم كاملين. نسيت البنات، اسعد وامجد بغاو يقولوا لكم كوكو. يلا قول لهم كوكو. دي كوكو امجد، كوكو البنات، دير لهم بيزو كبيره. يلا شنو بغيتو مازال اكثر من هذا الشيء؟ المهم انا ما بغيتش نلبسهم ديك الجليليبات، ما بغيتش نلبسهم من تحت ديك التشامير، حيت كاين الصاد، خليتهم غير بالشورت، غير بالشورت وبالديباردور. يلا البنات ما تمشيو فين، تبعوا لا فيديو حتى الاخر. البنات ها هي ملي ساليت الدريساج ديال لاصالاد، يعني صالاد عاديه ماشي زعما شي حاجه سبيسيال. هانتوما كيما تشوفوا، خفت الا نحطها في الطبله وما نصورش ولا شي حاجه. المهم ها هي لاصالاد، صورتها لكم غير من هنا من الكوزينه. بطبيعه الحال ماشي بوحدي، تعاونت انا واختي ومرت خويا. هانتوما كيف ما كتشوفوا مع هاد الصهد هذا، على صالات كتمشى، فقلت علاش لا نسبقها هي الاولى. البنات نسيت تبان لي الخيار تيدور حدايا، عاد وانا نتفكروا انا عاد درت الخيار. المهم لقيت لي بلاصه، ها انتم عاد درتو هنايا، زوقت به يعني في الجوال، ما بين يعني ما بين الحاجه والحاجه زوقت بالخيار ودورت به حتى بالروز، دورت غير هاد الوسطانيه هاد الجناب بلاش باش ما يجيش عاطي بزاف عاوتاني. ها انتم كيجي على هاد الشكل هذا، وضروري تكتبوا لي في لي كومونتير الاراء ديالكم كي جاكم هاد الشيء. وان شاء الله ما غاديش نبقى نغبر عليكم، ان شاء الله الا بقينا في الحياه ما غاديش نبقى نغبر عليكم. يلا بيزو وخليكم معايا ما تمشيو فين. المهم هانتوما كما كتشوفوا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال لاصالاد، فخليكم معايا البنات. بغيت نوريكم غير البابيون فراشه اللي صايبت عند سكينه ستايل، راه هي اللي كتجي على هذا الشكل هذا. صراحه البنات صراحه خياطه زوينه 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 بزاف. فانا يا هذه يلا خيطتها لعندها، و تقولوا لي كي جاتكم، واش عندي الذوق ولا ما عنديش الذوق. هانتوما البنات، من بعد لا سالاد درت بسطيله ديال الدجاج، صراحه صايبتها عند الحلويه سعيده،
راه كنت ديجا درت ليها واحد بيبليسيتي في لاشين الاولى ديالي، ولكن اللي مهتمه تخلي لي في التعليق باش نعاود زعما نعاود ندير عندها دويره. شكون اللي بغى المنادى؟ مرحبا بكم. ها انتما البنات، صراحه ما بغيتش ندير الديسير تفاح بنان بعويد داكشي، يعني بغيت ندير شي حاجه ديفيرون، يعني ما كاين ما احسن دابا الحال سخون، ما كاين ما احسن شي حاجه اللي هي تكون بارده. ها انتما كما كتشوفوا البنات البلاح قسمتها على جوج وخويتها انا ومرت خويا، يعني تعاوننا عليها وخويناها وقطعناها طريفات على هذا الشكل هذا، ودرنا هاد العويدات ديال الشوا، ودرنا فيهم ديال درنا فيهم السويهله هكا دي بروشيت، تيجيو دي بروشيت تيجيو زويونين. باغي نوريكم الشكل النهائي ديالها ان شاء الله، خليكم معايا. ها انتما كما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الدلاحه هادي، كما قلت لكم خويتها من الداخل وقطعتها طريفات صافي، ودرت هاد لي بروشيت هادو فيهم السويله صافي. كما قلت لكم تتخليو لي التعليقات لتحت. ها انتما البنات هذه هي الحلوه اللي كانت صايبات ليا، اللي صايبات ليا زعما سعيده الحلاويه. راه كنت ديجا كنت درت ليها كما قلت لكم بيبليسيتي، هي اللي صايبات ليا البسطيله وهي اللي صايبات ليا هاد الحليوه، فانا درت غير الصابلي، ما درت زعما شي حاجه ديال اللوز ولا هذا صافي. هادشي اللي كاين، واللي مهتمه بالامر شوفوا البنات والله القاسم الى صراحه عندها داكشي فن وعندها غزال، عرفتي لوغو وعرفتي الطراوه، والله العظيم شي حاجه توب دو توب. تبارك الله عليها، تنقول لها تبارك الله عليك اختي سعيده، والله يسهل عليك ويسهل عليك في المشوار ديالك. صافي هادشي اللي كاين البنات. وبالنسبه للصالاد صيبتها غير انا ودريسيتها انا ومرت خويا، والبسطيله كما قلت لكم من عند سعيده، وهذا والديسير الدلاح داكشي الدلاح يعني نص دلاحه مزوقه، وهذا انا اللي صايبتها ومرت خويا عاوناتني هكا في لي كوردون في دوك لي بروشيت ديال البطيخ. صافي هادشي اللي كاين. وبالنسبه للبابيون اللي وريتكم البنات، الخياطه سميتها خياطه سكينه الفاسيه، صراحه شي حاجه عندها كلاس وشي حاجه عندها روميه وزوينه بزاف. انا الموديل اللي اختاريته هو اللي حطاتو ليا نيت والفصاله بعدا اهم حاجه، واهم حاجه حنايا العيالات اللي كنبغيو قبل زعما ديكور هي الفصاله. الفصاله هي اللي كتعطيك يعني هي اللي كتعطيك هي اللي كتبين الجلابه ولا كتبين التكشيطه ولا كتبين اي حاجه، يعني الفصاله عندها زوينه 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 بزاف البنات. صافي دابا سالينا، ماشي سالينا ولكن صافي صافي، حيدنا الماكله كلاو الديسير الناس. كما قلت لكم عندي غير غوسي ولوسي وجيران ماما صافي، وعيالات خوتي وحنايا البنات وحنايا وخواتاتي، يعني ماشي شي حاجه كبيره درتها. فهادشي اللي كاين، وبالليل غادي يكونوا غتكون غير طويبله وحده ديال الرجال، غيكون راجلي وخوتي وجيران نيت ديال ولوسي وهذا صافي. هادشي اللي كاين، بقى ما جاتش بقى ما جاتش باقي ما جاش لوسي ومرتو، باقي معطلين شي شويه. سو كيفي سو كيفي هو غياكل مع الرجال، زعما غنبعثوا ليه الماكله مع الرجال، ومرتو وليداتو بطبيعه الحال راه معانا حتى حنا باقيين ما تغديناش، تنسالوا الواجب مع الناس، وديك الساعه نتبالاو بريوسنا. صافي كما قلت لكم دابا غادي نحط لهم اتاي ومعاه هاد البلاطو ديال الحلوه، وعاد نخليكم مفاجاه في الاخر شناهي. يلا ما تمشيو فين. ها انتما كما كتشوفوا البنات، من بعد سالاو الناس الماكله والديسير، دابا حطينا لهم كويز ديال اتاي وحطينا حليوه. هادشي اللي كاين. وبصحتكم وراحتكم.
ها انتما كما كتشوفوا انا قربت لكم مزيان. صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم غادي نخليكم دابا ومرحبا بكم معايا وبصحتكم وراحتكم معايا. يلاه البنات ما تمشوفين البنات. من بعد ما شربوا كويس ديال اتاي في الحقيقه ظلام بحال، من بعد شربوا كويس ديال اتاي ف غادي نحط هذا الكاطو هذا اللي على شكل لابادور هكا بالعقيدات بالطريبيش يعني مغربي. فصراحة البنات كنتمنى يعجبكم هاد لافيديو هادي وتاخذوا واحد الفكرة ولو بسيطة. ومرحبا بكم وألف ألف مرحبا. كما كتشوفوا البنات واحد اللحظه زوينه 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 بزاف ملي بداو تيصلوا على النبي وداك الشيء. واخا وليداتي راه بداو تيبكي وتخلعوا مع حيت كلشي زعما كلشي في دقه واحده بداتي تقول الصلاه والسلام وطفينا الضو. صراحه بقاو فيا ملي بداو تيبكيو. كنت بغيت نطول معاكم الساعه ملي بداو تيبكيو صافي قلت بلاش. وحتى ولد لوسي حتى هو الوليد ديالها حتى هو تخلع، ماشي بكا ولكن تخلع مسكين. المهم البنات هنا غادي نسد هذا الفلوق هذا ولا هذا لا فيديو هادي. وكنقول لكم شكرا بزاف 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 على اللي تدعمني واللي تشجعني. تنشكر يعني للبنات اللي عندهم قنوات، تنشكر وحده بوحده هما راه عارفين ريوسهم. والله القسم ماشي زعما ما بغيتش نذكر الاسم ولا شي حاجه، ولكن والله القسم الا خفت ننسى شي وحده وتاخذ مني شي موقف ولا شي حاجه هذاك الشيء علاش. فهما راه عارفين ريوسهم. وكما تنقول لكم اللي مشاركه معايا تنقول لها مرحبا والف مرحبا. واللي اول مره غادي تشوف هاد لا فيديو هادي، اول مره تدخل لاشين ديالي، فتنقول لها مرحبا بك والف الف مرحبا وتولي تنتي وحده منا. وديما شجعوني بلي لايك ديالكم وبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم في الواتساب وفي الفيسبوك. واللي ما ابونياش معايا دخلت ابونا معايا. كنشكركم بزاف بزاف بزاف. دابا غادي نساليو هذا الشيء كما قلت لكم وغادي يجيو الرجال. فيعني ما بقاش عندي الدور باش غادي نصور، ما يمكنش نصور الرجال. فهنا كنقول لكم شكرا بزاف البنات ولهلا يخطيكم عليا وقفتوا معايا ودعمتوني ويعني وقويتوني من بعد ما مشات ليا لاشين. الحمد لله لقيت بنات الناس الله يسهل على كل وحده. وكما قلت لكم تابوناو معايا، اللي ما مابونياش معايا تابونا معايا في لاشين. وديما لايك 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 قبل ما تدخلي لا فيديو، لايك هي الاولى. وكنحبكم بزاف. يلا بسلام عليكم.